السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من الملعب. تفاصيل كثيرة نبدأها بالعناوين. الشيخ عبد الله المطلق يذكر الأندية بحكم دخول غير المسلمين إلى مكة. ريكارد مشرفا على الجروني في بطولة غرب آسيا. خمسة وعشرون مليونا تبقي القرني والبيشي 4 سنوات في الهلال. انتهاء فترة الطعون غدا ولا اعتراضات حتى الآن. بيع تذاكر مباراة الأهلي والاتحاد يدويا في ملعب جدة. ملعب الشراع يغير خطط الأهلي والاتفاق. إدارة القادسية ترفض دفع رواتب اللاعبين وتربطها بالانتخابات. لاعب الهلال الكوري مطلوب في الصين. البحرين تشهد أول مهمة خارجية للفيصلي. من عناويننا إلى تفاصيل، قبل ذلك أرحب بضيوفنا في الاستوديو. سلطان رديف الصحفي والكاتب في صحيفة الرياضية السعودية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك خادر، ورحب بالصديق القديم أبو فيصل. نتمنى إن شاء الله نقدم حلقة جيدة ونرحب بالأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. المفروض نبدأ بالكبير سنا، بس أنا عشان ما أوضح أنه كبير كثير. هو الأيمن دائما كبير السن. فياض الشمري الصحفي المخضرم في صحيفة الرياض، أهلا وسهلا فيك أبو فيصل. حياك الله أستاذ عادل، وحي المشاهدين وحي زميلي العزيز سلطان. ومن فترة حقيقة ما التقيت فيه، أعتقد آخر مرة التقينا كانت في بطولة آسيا في الدوحة يمكن 2000 تقريبا. صحيح. نعم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم جميعا. نبدأ في حلقتنا اليوم بحديث للشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء. اليوم استغلينا تواجده في القناة الأولى في برنامج تلفزيوني، وذهبنا إليه وسألناه. تعرفون جيدا أن الفترة الأخيرة شهدت إغلاق ملعب جدة، وبالتالي عدد كبير من الأندية سوف يتواجد في مكة المكرمة، لأن الوحدة كان هو الفريق الوحيد الذي يستضيف مبارياته هناك. أما الآن فالأهلي والاتحاد انضم إلى الوحدة، وأصبحت خطط كثير من الأندية في الذهاب إلى مكة تتغير بسبب عدد من اللاعبين غير المسلمين. اليوم الشيخ عبد الله المطلق يذكر الأندية بالموقف الشرعي في هذا الجانب. الحرم المكي له خصوصية أنه لا يدخله إلا المسلمون. ربنا جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ولذلك قال العلماء لا يجوز دخول مكة لأحد من غير المسلمين ولا الإقامة فيها لعمل أو تجارة. ومن العمل التدريب الرياضي والمشاركة في المباريات والتمريض في المستشفيات ونحو ذلك. هذا كله لا يبيح لغير المسلم دخول حرم مكة، ولا يجوز له أيضا أن يمر مع مكة. ولذلك الحكومة وضعت طرق خارج حدود الحرم مشار إليها قبل الوصول إليها طريق غير المسلمين.
نحن نعرف يا أخي أن جدة قريبة من مكة، ويمكن أن تصير الآن حي من أحياء مكة. يعني أنا مثلا في الرياض الآن أسكن في جنوب الرياض، بيني وبين جامعة الأميرة نورة قرابة 60 كيلو، وأنا لست في أقصى الجنوب، بينهم أو 50 كيلو. الآن شو اسمه حي الأمير فواز عن مكة 54 كيلو. فجدة الآن يا أخي من يعني من 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 أصبحت من ضواحي مكة، ومكة أصبحت من ضواحي جدة. فهؤلاء الذين ليسوا بمسلمين يجب أن تجرى تدريباتهم إما في النوادي الموجودة في جدة أو في ملاعب الطائف أو غير ذلك، ولا يجوز لهم أن يدخلوا حدود الحرم الذي ورد فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمر في طريق غير ولا يمر في طريق المسلمين الذي يخترق الحرم. شكرا للشيخ عبد الله المطلق الذي أعطانا من وقته بعد نهاية البرنامج الهوى اليوم في القناة الأولى برنامج فتاوى. فقط من باب التذكير، لأن الفترة الأخيرة ستشهد كثيرا من التنقلات للاعبين والأندية إلى مكة من وإلى، وبالتأكيد إن شاء الله هو من باب التذكير فقط، وإلا هي معروفة. نتذكر ما حدث سابقا مع نادي الأنصار حينما قام بإدخال اللاعبين وغير المسلمين والجهاز الفني وإقامتهم في الحرم، وتذكر حينها طبعا القرار الذي صدر من الأمير سلطان فهد بحل مجلس إدارة الأنصار. عموما فقط من باب التذكير، والأندية ربما بدأت تخطط لذلك، حتى الاتفاق اللي عنده مباراة بكرة غير الرحلة إلى الطائف. الأهلي ينوي الذهاب بحافلتين أو بسيارتين، واحدة للاعبين المحليين أو اللاعبين المسلمين وأخرى لغير المسلمين. عموما فقط هذا من باب التذكير. شكرا لزميلي صالح المرشد اللي تواجد أيضا مع الشيخ. الموضوع الآخر الذي نتحدث فيه وهو ما يخص المنتخب. أكدت اليوم مصادر مطلعة بأن ريكارد مدرب المنتخب الأول سوف يكون مديرا فنيا لمنتخب تحت 22 المتواجد حاليا أو الذي سيتواجد حاليا في لاحقا في بطولة غرب آسيا. طبعا كلنا نعرف بأن خالد البروني هو مدرب الفريق، ولكن ربما هناك اشتراطات معينة لوجود ريكارد في هذا المنتخب على اعتبار أنه المنتخب الأول أمام المنظمين للبطولة، وبالتالي وجود ريكارد يعطي دلالة واضحة على أنه فعلا هذا هو المنتخب الأول وليس منتخب رديف. هذه المعلومات التي وصلتنا اليوم، ولكن السيد خالد البروني المدرب الوطني سوف يكون هو المدرب الفعلي للمنتخب الشاب المطاعم بلاعبي الخبرة في بطولة غرب آسيا. لا أدري أبو فيصل لماذا هذا الالتفات إن صحت المعلومة. طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله سبحانه وتعالى مثل ما سعدنا بنبأ نجاح عملية خادم الحرمين أن يسعدنا أيضا بخروجه سالم المعافى بإذن الله. إذا سمحت لي بس تعليق على فضيلة الشيخ عبد الله المطلق، أولا هو يشكر على هذا التذكير، ولكن الكل يعرف أنه في فترات سابقة جميع الفرق تذهب إلى مكة لملاقات الوحدة في مكة في الدوري أو في الكاس حقيقة، ولا شك أنه التذكير أمر مهم، والكل يعرف أنه الأجانب أو غير المسلمين تحديدا لا يسمح لهم بدخول المحيط الحرم، لذلك يشكر. فيما يتعلق ب اختيار أو تعيين ريكارد مشرفا على المنتخب اللي راح يشارك في بطولة غرب آسيا، أعتقد أنه مع احترامي لإدارة المنتخبات، أولا هذا المنتخب أو هذه البطولة واضح من خلال التشكيلة لجنة المنتخبات أو الاتحاد السعودي لكرة القدم لا يضعها في أولى اهتماماته، فلذلك أنا أعتقد أنه من الأفضل أن يتولى القروني هذه المهمة بشكل مباشر وبدون يعني إشراف من ريكارد. ممكن ريكارد يكون دوره المتابعة، الاعتبار أنه إذا أراد اختيار لاعبين من هذه المجموعة لتعزيز المنتخب السعودي في مشاركاته
الأخرى. أما مسألة الخطط بكل تأكيد أنه ريكارد لما يوضع مشرفا على المنتخب السعودي أكيد بيتدخل في أمور كثيرة ويعني ويحاول قدر الإمكان أن يفرض قناعاته على خالد القروني. فهناك ربما يكون مسألة سورية هو ممكن، وبالتالي أنه ممكن يفرض قناعات لا تخدم طريقة القروني أو لا تخدم المنتخب، وبالتالي يحمل القروني المسؤولية، ومثلا لو لا قدر الله حدث أخفاق، وكل شيء جائز في كرة القدم، وأنت نعم. تواجه منتخبات يعني قوية أعتقد أنها استعدت بصورة أفضل نعم. فلذلك أحترم قرار طبعا إدارة المنتخبات أو الاتحاد السعودي، ولكن أعتقد من الأفضل أنه تترك المهمة بشكل كامل لخالد القروني. نعم. بالمناسبة أبو فيصل، هو يبدو فيما يبدو أن هناك اشتراط من منظمي البطولة بأن هذا المنتخب يكون منتخب أول. بالضبط. وبالتالي حتى اختيارهم لعدد من الأسماء الخبرة هذا يعني أيضا ربما يكون ليس خيارا لإدارة المنتخبات أو للمدرب. هذا أيضا ريكارد يأتي على رأس المنتخب حتى يثبت أيضا هو المنتخب الأول. أعتقد أن الصورة تبدو كذلك. مشكلة هذه، أنت عارف في بطولة العرب الأخيرة أيضا أعتقد تم الاشتراط أن يشارك المنتخب السعودي نعم. في المنتخب الأول. وبطولات مثل إقليمية أو بطولات شرق وغرب آسيا طبعا بطولات اعتقدنا غير معتمدة بشكل رسمي من الاتحاد الدولي، فلذلك كثير من الدول تسجل حضورها فقط للمشاركة وليس للمنافسة نعم. واعتقد ان السعودية من ضمن هذه الدول. شو رايك سلطان؟ وشوف انا في انا عندي فلسفة دائما انه يفترض ان العمل الجماعي يبقى عمل جماعي. احنا لما نتكلم عن منتخبات نتكلم عن 22 سنة منتخب اول، منتخب ناشئين، شباب، منتخب البطولات. صرنا ما عاد نجمع مع الأسف المنتخبات. والله صرنا نضيع حتى هنا أحيانا نضيع. كثرت علينا. في العمل الجماعي فيها يفترض أن يكون فعلا موجود. ما نبغى كل فئة وكل منتخب يغرد في سرب الحالة ويشتغل حالة ويعد عداده بشكل منفرد. هذا مو صاير، هذا مش اللي صاير سلطان. والله صاير إنه في لجنة فنية حتى أنهم قبل أمس اعتمدوا التقسيم والهيكلة. يعني أعطيك مثلا منتخب تحت 22 خالد القروني، منتخب تحت 20 كلهم تحت إدارة المنتخبات واللجنة الفنية اللي رأس الأسباني. ها اللي رأس الأسباني نعم. ما ريكارد اللي هو لوبيز. ريكارد اللي أنا أعرف أنه هو مشرف على المنتخبات ككل، أعرف الرئيس اللجنة الفنية بإدارة شؤون المنتخبات هو لوبيز. ومن اللي معه؟ إسباني، معه عبدالله المسيليخ، أعتقد ناصر الجوهر، عبداللطيف الحسيني، من بعد صالح المطلق، هذه وعدد من مديري الأجهزة الفنية بالمنتخبات السعودية. هذه آخر اعتماد اللي صدر قبل يومين، كان فيه تنظيمات بوجود خالد القروني، أنتونيو سيرجيو تحت 20، تحت 18 سنة فيصل بدين، تحت 16 سنة لورانسو، تحت 15 سنة رافيل، كلهم أسبان طبعا. هذا كان مدربين للمنتخبات. إيه نعم، أتكلم عن تنظيم الفني. ساكر ريكارد يشرف عليهم كلهم، وريكارد يقدر يستعين بأي لاعب في المنتخبات هذه كلها مع المنتخب نعم. الأول في أي مشاركة له. طيب أنت تشوف تواجد الآن ريكارد منطقي ومبرر ولا مجبورين عليه؟ لا، حتى لو ما كانوا مجبورين عليه وهم من المفترض أن يكون موجود. وهم لا، ما هو من المفترض يعني وجوده ليس عيبا. إذا كان خالد القروني عنده كامل الاستقلالية في إنه يدرب المنتخب ويتعامل معه كمدرب للمنتخب بشكل. طيب نبغى نلوم بكره كإشراف، كمتابعة، كتبادل خبرات. أنا مدير فني، مكتوب مدير فني. بالنسبة لي لوم القروني. المعلومة اللي عندنا مدير فني. كصورة رجل. أنت من تلوم بكره لو صار شيء؟ من تنتقد من؟ القروني ولا ريكارد؟ إدارة المنتخبات. إحنا يعني إحنا بننتقد شخص. إيه أنا أتكلم. هل المنتخب كله خالد القروني ولا ريكارد؟ سلطان الحين أنا لعب مباراة مش كويسة وخرج من البطولة مباراتين وصار عنده مشاكل في التشكيل ونقاط فنية. أبجي أنتقد إذا في مشاكل فنية وتخص المدرب أنتقد خالد القروني مباشرة. طيب سأذهب إلى موضوع آخر وهو موضوع لاعبي الهلال. يبدو أن إدارة الهلال تتحرك بقوة نحو تجديد مع عدد من اللاعبين قبل الدخول حتى في الفترة الحرة. اليوم إدارة الهلال تجدد مع الكابتن محمد القرني لاعب الهلال لمدة 3 سنوات ونصف. طبعا هو سينتهي أصلا محمد القرني عقده بعد سنة تقريبا في ديسمبر القادم. إحنا الآن في نوفمبر، ليس ديسمبر القادم إنما 2013، ديسمبر 2013 سينتهي عقده. هم الآن يجددون معه قبل سنة من انتهاء عقده. أيضا السلطان البيشي هو من الأسماء التي تم التجديد معها.
أو ليس التجديد وإنما توقيع عقد كلاعب محترف، لأنه لاعب هاوي حسب المعلومات اللي عندنا، لمدة 4 سنوات ونصف. المصادر تؤكد بأن مبلغ تجديد اللاعبين الاثنين مجموع العقدين يتجاوز 25 مليون ريال لمحمد القرني وسلطان البيشي. هذا يأتي طبعا بعد أن تم التجديد أيضا مع سلمان الفرج قبل أيام، وأعلن ذلك بمبلغ يتجاوز 20 مليون ريال حسب المعلومات التي وصلتنا. وبالتالي ربما إدارة الهلال تتحرك بجدية، وربما نسمع أيضا عدد من اللاعبين في الفترة القادمة. أسألك أبو فيصل عن هذه الخطوة، هل نستطيع أن نقول أن إدارة الهلال هنا تريد أن أو أنها استوعبت درس الفريدي مثلا، على اعتبار أنها لم تخاطبه من وقت مبكر، أو أنها خاطبته ورفض التجديد وربما تتوقع أن تقع في حرج مع عدد من اللاعبين، أم أنها يعني تريد أن تمتص غضب الجماهير أو بعض الجماهير التي كان لها عتب بعد رحيل الفريدي مثلا؟ أولا نعتقد أن أي إدارة ناجحة يعني هي اللي تستفيد من الدروس، ونعتقد أن إدارة الهلال الفترة الماضية مر عليها العديد من الدروس، سواء على مستوى الفريق الأول أو على مستوى اللاعبين. ونعتقد أن الدرس الأهم هو أنه يعني منحت الفريدي الفرصة إلى أن دخل الأشهر الستة، وبالتالي فرض عليها شروطه يعني الشروط اللي يبغاها هو بالرحيل إلى نادي آخر كما حدث لنادي الاتحاد. الفترة الأخيرة حقيقة، وأنا من الناس فترات سابقة ويمكن فترة قريبة كنت أنتقد إدارة الهلال على تصرفاتها وعلى عدم يعني حسمها للكثير من الملفات وكذلك الوعود. الفترة الأخيرة أو هالأسبوع تحديدا أنا بالعكس غير وجهة نظري 180 درجة مع إدارة الهلال، وأكد أنه إذا كان هذا فعلا مشروع استفادة كاملة من الدروس الماضية فلا شك أنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد و نائب الأمير نواف بن سعد يستحقان الاحترام والتقدير على يعني من جماهير الهلال على هذه الخطوات، لأن خطوات مهمة. فلما تتجدد مع لاعب تقدم به السن أنا أعتقد أنه يختلف لما أنت تتوقع عقد مع لاعب بهدف المحافظة على هذا اللاعب، وشفنا هذا الشيء مع سلمان الفرج والآن مع البيشي وكذلك القرني. فلذلك هو لا شك والجمهور الهلالي كان غاضب بشكل كبير جدا، وتحديدا بعد خروج الفريق الآسيوي من بطولة آسيا، فلذلك كان عتب كبير، وكان بالعكس الجماهير الهلالية يمكن بعضها ذهب إلى المطالبة باستقالة الإدارة. لكن الآن من وجهة نظر شخصية الإدارة الآن ترتب أوراقها من جديد، تسجل أهداف حقيقة، تسجل يعني تأتي بنتائج إيجابية أمام الجماهير، فلذلك هذه الخطوات. يعني أنت تقول مفيصل أنها هي استفادة من درس سابق، تصحيح خطأ، وأيضا بالضبط. امتصاص لغضب الجماهير مع هو بعض. ممكن يكون امتصاص غضب الجماهير، وفي نفس الوقت هو خوف أنه هل اللاعبين الشباب تنتهي عقودهم وبالتالي تقدم لهم عروض ويذهبون مثل ما ذهب الفريدي. طيب. فلذلك أنا أقول الإدارة الليلية في الأسبوع هذا سجلت أعتقد 3 أهداف جميلة، استطاعت يمكن أن الجماهير الليلية تحتفل به بشكل كبير، وبالتالي تنسى حقيقة. أنت عارف أن الجمهور عاطفي ولذلك ينسى كثير من السلبيات عندما تتحقق الإيجابية. طيب أنت الآن كأنك تلوم إدارة الهلال على موضوع الفريدي صح؟ أنا بالعكس مؤيد لإدارة الهلال، ولكن أنا لومه في ليش طريقة التعامل معه. لا يعني. أنا لومه فقط لماذا لم تفرض شروطه قبل أن يدخل 6 أشهر. طيب يمكن يرفض اللاعب، يرفض مع السلامة الهلال أو أي نادي آخر، ما هو يعني ما راح يعتمد على أي. أنا لاعب. أقصد أنه يعني عندما نلوم إدارة الهلال ليش ما خلصت مع الفريدي من بدري؟ على فكرة أنا أسمع الكلام هذا. اللي نعرف أن الفريدي هو رفض، يقول أنا ما بتكلم في الموضوع لين أدخل 6 أشهر. شوف عادل، هو المشكلة اللي إدارة الهلالية اللي كان خطر تكت، وأول أنه زي ما قلت خلت اللاعب يدخل 6 أشهر. الشيء الثاني أنه أكثر من سنة، وقضية الهلال الفريدي بالعكس أثر على سف استعدادات الفريق ونفسيات بعض اللاعبين. كان يفترض إغلاق هذا الملف أما بأن يوافق الفريدي على الشروط اللي تبغاها ويجدد، أو أنه خلاص تيأس من الفريدي وأنه ذاهب لأي نادي آخر. طيب سلطان، موضوع ما حدث الآن مع اللاعبين يبدو أن الأرقام ليست صغيرة، أرقام يعني كبيرة، وحتى سلمان الفرج يعني المعلومات التي لدينا بأنه تقريبا 6.5 مليون في السنة، ليس بعيدا عن الرقم الذي طلبه الفريدي اعتقد. شوف انا عندي اني انا اجدد واظفر بلاعبين صغار في السن يخدمون الفريق لسنوات قادمه. طيب افضل اني اخدم او اني اجدد مع مع لاعب يعني افترض انه بنسبه 60-70% مستهلك، او لن يقدم بعمر 3 لاعبين لا زالوا صغار في السن، امامهم المستقبل، امكانياتهم عاليه،
اتوقع انهم بيكونوا مستقبلا هم من أعمدة المنتخب وليس فريق الهلال فقط. الحين جدد معهم الهلال افضل فنيا من فريدي. بالنسبه لي افضل. اتكلم عن رايك انت. بالنسبه لي كرأي افضل. بس العمر ترى مو يعني هو بعد حسستني الفريدي عمره 28 ترى لاعب لسه اعتقد 24 25 سنه. فريدي. اي بس الفريدي ما يبغى الهلال. لكن انت شايف مستويات الفريدي الفتره الماضيه يعني تعتقد بانه كان يقدم مستويات مثل سلمان الفرج مثلا؟ هل كانت فائدته في الفريق الهلالي وتأثيره مثل تأثير سلمان؟ يعني طيب. اعتقد ان هذا في النهايه واعتقد ان الكثير حتى من الجمهور الهلال لم يكن حزين على رحيل الفريدي، وانا من الناس اللي قلت في فتره سابقه اني انا احترم اداره الهلال لان لم تدخل في مزايدات مع الفريدي وحتى مع اللاعب اسامه. انا قدمت عرض اذا لا ما له رغبه فيه، واضح ان اللاعب حتى من فتره ماضيه كان يروح جده وكان يتنقل في كذا مكان يبحث عن عرض اعلى، فبالتالي لا يمكن اني انا ادخل فيه في مساومات على حساب لعيبه اخرين. يفترض اني انا مقدم على التجديد معهم، احنا شفنا اني انا اجدد مع ثلاثه لعيبه بهذه المبالغ افضل من اجدد مع لاعب واحد فقط. اذا صحت قيمه الفريدي انه بحدود 30 مليون انا جددت في اقل من المبلغ هذا مع لاعبين. فبالتالي من ناحيه الميزانيه ومن ناحيه التخطيط ومن ناحيه الاستراتيجيه اعتقد طيب. الاداره الهلاليه قدمت عمل جيد وتشكر عليه وتشكر انها لم تدخل في مزايدات في الفتره الماضيه. اللي يبغى النادي اهله وسهلا، ما يبغى التزمت ميثاق الشرف والبقيه ما التزموا مع الاسف، فبالتالي طال التطوير بالزايد. يعني لما اكون انا ملتزم بميثاق شرف من سنوات تم الاتفاق عليه. طلعوا ذا سلطان ما بطلوا. لا ميثاق الشرف محدد العام يمكن ميثاق شرف هذا الاربع الكبار اجتمعوا في الرياض. بس كلام ما له يعني تاريخ ما له تاريخ. هو في النهايه كان له مده معينه. خلينا نتكلم بوضوح عادل. يعني نقض اكثر من مره الفتره الماضيه. معروف انه اساسا الانديه والاتحاد السعودي وحتى رعايه الشباب ما تلتزم بعقود موقعه ومكتوبه، فكيف عاد بكلام شرفي؟ فطبيعي انه ما تلتزم. بالعكس ابو فيصل، انا عندي ان الالتزام بميثاق الشرف هو اولى من الالتزام بعقود موثق، لان العقود الموثقه انت تقدر تروح اي فيها توكل شيء عليه مكتوب بين الانديه اتفقوا عليه. يعني سلطان ممكن توكل لك اي محامي ممكن يشوف لك مخرج من ساكن. هذا الشغل هذا ميثاق يعني ميثاق الشرف كان يقول انتم لا احد يفاوض اللاعب اللي عندي وانا فاوضه، كذا كان يقول. مو هو بزايدات بدون مو بالشكل هذا، لكن ما تدخل في مفاوضات معي. أيوة. انا مثلا افاوضك عادل. أيوة. وانت تعلم ان انا في مفاوضات معي، ما تدخل انت كنادي وتزايد عليه الين انا خلاص اقول انا ما عاد ابغى اللاعب هذا. يخطر هذا منطقي برايك؟ نوعا ما نعم منطق، عشان اذا انت تبغى تحد من المزايدات ومن ارتفاع اسعار اللاعبين الغير معقول هو منطقي. عفوا منطقي اذا بتطبقه على ارض الواقع، اما اذا كنت تلتزم فقط امام الاعلام ومن خلف الكواليس يعني تخل بهذه الاتفاقيه. انا بالعكس لا ارى انه منطقي ولا له قيمه اساسا. لنفترض انه ما هو منطقي، لنفترض جدلا ان هذا اتفاق غير منطقي. انا وانت والثاني والثالث جلسنا على طاوله واحده واتفقنا عليه اصبح منطقي. اي بس اللي اتفق هو بعضهم مش موجود الان. حتى مو بعضهم، انا اتكلم عن انديه. اذا انت تتكلم عن اشخاص ما رئيس الشباب ورئيس الهلال. انا اتكلم عن انديه رئيس الاهلي اعتقد بن داخل محمد لما كان موجود ولا لا. حتى لو راح حتى لو راح محمد بن داخل يوم جاء ما كان يمثل شخصه، كان يمثل النادي بالضبط. وعادل لما يجي بكره يمثل نادي ويمثل جهه. اذا والله احنا خلاص بنقلب الانديه مجرد شخصيات وكل واحد يمثل بشخصه، هذه مصيبه ثانيه. طبعا لانه جاي مو شيء رسمي، هو ميثاق شرف بين اشخاص. انا عارف يا سلطان، بس هو في النهايه ما في شيء رسمي عشان تقول هذا يوقع كرئيس نادي. هو يعني جنتلمان قانونيا ما في شيء ملزم. يعني جالسين مع بعض وقالوا يا جماعه الخير احنا رؤساء انديه وراح نضر بعض وراح نزيد الاسعار، فخلينا نتفق مع بعض انه يا فلان ويا فلان. راحوا الانديه مش ملزومه بهالاتفاقيات بصراحه. ابدا صح ابو فيصل؟ بالضبط. لان الاتفاقيات في فرق بين ملزومه، احنا ما نقول انها ملزومه يفترض انها تنفذ. في فرق بين ملزومه وبين هذا ميثاق شرف، اسمه ميثاق يا اخي الانديه يا سلطان ما نفذت اتفاقيات موقعه، كيف تبي اتفاقيات موقعه مع لاعبين ومع اطراف اخرى ما التزمت فيها؟ طيب عموما يعني احنا الحين دخلنا لموضوع اخر، لكني اريد ان اسالك سلطان اخيرا انه توقيت هذه الصفقات مع الفريدي هل يعود بنا الى الحديث عن ان الهلال يعني توقيت هذا عندما تنتهي صفقة الفريدي يأتي الهلال ويجدد مع ثلاثة لاعبين في وقت واحد نقدر نربطها مع بعض نقول انه والله امتصاص غضب جماهير ومحاولة انا اتوقع ان يعني
هذه رسالة من الإدارة أني أنا كان عندي القدرة أني أجدد مع الفريق أيوة. ولكن ما أبغى أدخل في مزايدات، هذه إشارة واضحة يعني. طيب إن خصوصا أنه مبالغ غريبة ترى. إيه إن ما كان عندي مشكلة في العجز المالي يعني، ما كان والله أني ماني قادر أدفع عشان كذا ما جددت معه، لا كان في مزايدات، أنا أربى بنفسي أني أدخل في هالمزايدات، عندي لعيبة آخرين أنا قادر طيب. أني أنا أجدد معه. تتوقع الهلال ما راح يدخل في هالمزايدات لاحقا؟ كل شيء جاهز. أنا عندي معلومات بالأمس أنه الهلال داخل في الهلال عادل لاعبين اتحاديين الهلال يعني. الهلال أعطى الضوء الأخضر لكثير من أعضاء الشرف أنه أي لاعب ترون أنه يخدم الفريق ومن الممكن نتساعد وناتبه فالضوء ما بكون مفتوح وخلاص الاتفاقية هذه بلاش منها. لا في تحركات يعني قوية. ما هي بالضبط. كلام في تحركات يعني. وأعتقد أن إدارة الهلال أنا أعتقد أن إدارة الهلال يعني راح توقع ممكن توقع مع لاعب ربما تتوقع الجماهير من يعني أندية منافسة. طيب عموما نذهب إلى موضوع آخر وفيما يخص الانتخابات المنتظرة للاتحاد السعودي لكرة القدم. حتى الآن كل شيء هادئ، غدا هو آخر يوم لفترة الطعون التي من المفترض أن يتقدم فيها أي طرف بالطعن على ترشح أعضاء الجمعية العمومية. حتى الآن وحسب المعلومات لم يتقدم أحد بأي اعتراض. نتابع تقرير يتحدث عن هذه الفترة والفترة القادمة. منذ أسبوعين طوينا صفحة تعديل النظام بعد فترة من المد والجزر في الآراء والتوجهات. فتحت أبواب الترشيح على كل الجهات، فتقدمت الأغلبية لخوض الانتخابات. وغدا نطوي صفحة الطعون التي خلت من أي طعون. تبدأ فترة الانسحابات التي لن تطول 3 أيام فقط، لتعلن البرامج الانتخابية للرئيس أولا وأعضاء مجلس الإدارة ثانيا، وتقترب الكرة السعودية من لحظة الاقتراع الكاملة يوم 13 من ديسمبر في ظل متابعة دولية ومحلية لهذه المسيرة. ذلك اليوم الذي تسبقه التكهنات والتخمينات حول القادمين الجدد لعضوية اتحاد كرة القدم، بعد أن ألف الناس شخصيات بذاتها طيلة عقود مضت. فترة يترقبها الجميع بين أمل في غد جديد تستعيد فيه كرة القدم السعودية وهجها وحضورها القاري والدولي، بين مخاوف من أن يطغى الحماس على عطاء القادمين الجدد بولائهم للأندية، فتضيق النظرات وتتوالى العثرات فيما هو آت. تبقى كرة القدم السعودية تترقب فارسا يأخذها على صهوة الطموحات إلى عالم البطولات. بالتأكيد بانتظار مرحلة قادمة ستكون ساخنة عند بداية الحملة الانتخابية لعدد من المرشحين، ومن أهمهم بالتأكيد مرشحي الرئاسة الذين بالتأكيد ينتظر أن يقدموا في مناظرة تلفزيونية عبر القناة الرياضية وعبر برنامج أو مواجهة، نستطيع أن نقول مواجهة تلفزيونية عبر برنامج الملعب إن شاء الله في الفترة القادمة، سيحدد الموعد لاحقا. الموضوع الانتخابات حتى الآن يبدو هادئا ولذلك لن نتحدث فيه بشكل موسع، وفي تحركات كثيرة من الآن المرشحين لكسب أصوات في الجمعية العمومية كعضوية مجلس الإدارة، وبالتأكيد الأهم وهو رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. هناك اقتناع تام بالمرشحين وأنه يعني ما في أي تجاوزات أو مشاكل، فلذلك نتمنى حقيقة للمعمر أو أحمد عيد التوفيق، ونعتقد أنه الفائز في المرحلة المقبلة سواء خالد أو عيد يستحقان حقيقة التقدير والاحترام. كل شخص أعتقد لديه خبرة ولديه قبول. خالد المعمر رجل حقيقة يعتبر من أبرز الإداريين في الأندية السعودية، عمل في عدة أندية، هو يعتبر إداري محترف حقيقة. أحمد عيد لاعب دولي، حارس دولي سابق، وأيضا رئيس نادي وعضو مجلس أعتقد في الاتحاد السعودي، يعني مناصب عدة. فلذلك لو فاز عيد أو خالد أنا أعتقد أنه ما حد راح يعني بيغضب، لأنه الكل منهم يستحق حقيقة. من ترشح؟ أنا والله بالنسبة لي
أعتقد أن أحمد نشوف عيد أصلح للمركز للمنصب. ما هو مسألة كلهم حقيقة أعتقد أنهم أصلح بإذن الله، ولكن تعتمد أولا على الأصوات. فأنا من وجهة نظري وحسب معطيات المرحلة الماضية ما أدري عن المستجدات التطورات، ربما تطورات ربما أحمد عيد يعني يكون هو الأقرب. طيب سلطان أسألك باختصار، كثير تكلمنا في الانتخابات حتى أصبح ممل للناس، لكني سأسألك هل تعتقد أن المرحلة القادمة ستمر بسهولة ولا بتصير فيها هو شوف تدخلات مشاكل كثير؟ هو التدخلات موجودة سابقا ولاحقا وحاليا، يعني ما في لا تقنعني أن ما في تدخلات ولا في من يحاول أن يدير العمل هذا بشكل كامل. ولكن اللي يهمني من هو اللي قادر على أن يستطيع خلال الفترة الجاية وعندما يصبح رئيس الاتحاد أن يحتوي كل الأندية السعودية، أن يستطيع أن يبني من غير أي حسابات شخصية أو حسابات خاصة أو يحاول أن يرضي أطراف على حساب أطراف. هذا اللي أنا يهمني. إحنا خلال الفترة الماضية وخلال فترة الإدارة المؤقتة وجدنا بأن فيه يعني قضايا كبيرة، في اختلافات كبيرة سواء بين أعضاء بين أندية بين المجتمع الكروي بشكل عام. فإذا الإدارة الحالية بوجودها مستقبلا لن تستطيع أن تجمع الأندية السعودية وأن تجمع كلمة الأندية السعودية وأن تكون إدارة يعني توافقية أكثر منها إدارة محسوبة على جهة ضد جهة، فأعتقد بأنها لن تنجح وسنبقى في نفس الصراعات وفي نفس المسلسل اللي موجود الآن سيتكرر مثل كثير خلال الفترة طبعا الماضية. موجود سلطان تعرف ليش خلنا الحين لما نتكلم مثلا في شيء يخص أحمد عيد، في ناس من جماهير الأهلي تزعل ما زالت حتى الآن، على بالرغم أن نتكلم عن رئيس اتحاد مش ما نتكلم عن رئيس نادي أو لاعب في النادي ننسى. لما تتكلم عن المعمر بطريقة ربما تبرز شيء سلبي يخص المعمر، جماهير الشباب والهلال أيضا تدخل في الخط بعضها، يعني والله في ناس عقلاء ما يفكرون. إذا أنت تتكلم عنه إحنا، أنا ماني جالس هنا عشان أرضي جمهور أو أرضي طرف على طرف، أنا لا أتكلم تعامل الجمهور مع الشخصين الكريمين ما لا دخل ما يمثلوا الأندية، ما لا دخل الجمهور الآن، الجمهور ما راح يصوت بكرة. لا ما تكلم عن تصويت، تكلم عن الثقافة العامة. إذا كل شيء بيسوي أحمد عيد يقول والله أكيد عشان ده، وإذا خادم المعمر سوى ما حنخلص كذا ولا 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 راح تخلص. حتى رئيس النادي لما يجي ويشتغل بشكل لا يرضي الجمهور ما راح يسكت الجمهور عليه. فبالتالي هذه ثقافة موجودة وثقافة التعصب والانتماء موجودة، بس ما يكون في نوايا أنه هذا الشخص ينوي يضرني. في النهاية رئيس النادي أكيد أنه يبغى ينجح لكنه فشل. ما في أحد تكلم في النوايا، ما حد يقدر يتكلم في النوايا. كيف ما تكلم؟ لا تكلموا يا سلطان، مين تكلم؟ إيه يا سلطان، لأن الحين شهر وإحنا ما عندنا سالفة غير أحمد عيد والأهلي. وين النوايا؟ دخلوا في كل شيء. أحمد عيد قالوا أنه هو مع في مصلحته والأهلي في بعض القرارات، والآن لو دخل خالد المعمر في الموضوع وكان في موقف أحمد عيد حيصير نفس الكلام عليه. ما هو مش من جمهور على فكرة، من إعلام ومن بعض الأندية الموجودين في الأندية. وبالمناسبة ترشح أعضاء لجان انقلبوا على أحمد عيد. بالمناسبة ترشح خالد المعمر كان ردة فعل لموقف حدث من أحمد عيد. يا أستاذ عادل شوف، احنا لا نصف الأمور بغير وصفها. انت لما يكون انا عندي نظام وانا اتبع النظام هذا، فبالتالي أنا في مأمن من أي انتقاد لأن أنا عندي نظام وطبقته. طيب لما أنا أتجاوز هذا النظام، خلني أكمل كلام. صح. لما أنا أتجاوز هذا النظام لأسباب قد تقبلها أنت وقد ما أقبلها أنا، فبالتالي أنت وضعت الجدلية موجودة، فعليك أن تتحمل الجدلية. أي أخطأ بس مش يقصد. خلاص ما في. شوف أنا هذا اللي يقصد سلطان، إحنا نبغى نتعامل مع هذا. عندما يخطئ الشخص ليس عيبا يظهر يقول أنا أخطأت وتراجعت، ولكن أن يستمر في الخطأ ويستمر في الإصرار على الخطأ ويعتقد بأن هذا الخطأ يعني جزء من الوطنية، هذه مشكلة. إنه بس يعني إحنا قصدنا في النهاية أبو فيصل بأنه نتعامل مع هذا المرشح على أنه شخص مستقل، بمعنى أني أنا ما إذا تكلم أحد بشكل سيء في أحمد عيد كلنا نزعل، أو خالد المعمر كلنا نزعل، مش جمهور على جمهور في النهاية. شوف هذول مرشحين بشكل سيء وكانتقاد غير بشكل سيء، أنك أنت تجرح في هذا الشخص هذا خطأ. ولا حد يقبل اكيد أبداً. ما حد يقبل سواء انت تتفق معه او تختلف معه، لكن لما انت تجي تتحدث عن عمل، العمل قابل للانتقاد من وانت وانت عارف، وابو فيصل عارف بان الوسط الرياضي مساحه حريه في الانتقاد على مستوى هو وسطنا مع الاسف حريه مطلقه ويعني بدون اي قيود، لذلك الفوضى موجوده. ولكن السؤال هل المرحله الماضيه اللي يعني عاشها الاتحاد السعودي المؤقت تعطينا الحكم على انه فعلا الاداره هذه ان احمد عيد يعني رايح ينجح ويفشل؟
أنا أعتقد أن يعني لا يمكن نحكم من خلال هذه التجربة. أولا التراكمات الكثيرة والمشاكل الكثيرة اللي خلفها الاتحاد السابق. نعم. الشيء الثاني أنه فقط يدير الأمور لأنه ينتهي الموسم حتى يصل للانتخابات، فلا يمكن تحكم على صحيح أنه حدثت أخطاء وتجاوزات من بعض اللجان ومن بعض الأعضاء حتى ضد أحمد عيد. أبو فيصل بالعكس، أنا المرحلة هذه أجب أن أستفيد منها وتعطيني مؤشرات للمستقبل. الى ان يستفيد منها من يستفيد منها احمد عيد يستفيد المرحله هذه، ولا انت عشان او انا او لا عشان تحكم انت على احمد عيد؟ ما احكم انا على احد، انا اقول لك المرحله هذه يستفاد منها. طيب انت تقدر تقيم احمد عيد من خلال المرحله؟ اي نعم، هو هو نعم سلطان هو فيه نظام، طبق النظام وما عليك من احد. هذا تبي توصل كذا المرحله؟ إيه؟ مرحله فوضى انت عارف. لا لا لا، كل شيء قاعد مرحله انتقاليه، لانه اعضاء مجلس الاداره 6-7 اشخاص. كانك انت تقول يا عادل انه ما في نظام عندك اساسا، وهذا مو صحيح. حتى والاتحاد السعودي رسمي، إن النظام حتى والاتحاد السعودي رسمي برئاسة إذا ما طبق الأمير نواف أو سابق أمير سلطان، ما برضو ما في أنظمة ما تطبق، حتى برئاسة الأمير سلطان أو برئاسة الأمير نواف. إذا النظام لم يطبق هم أخطأوا، ما حد يقدر يقول لك والله هذا لا لأن فلان ما أخطأ. لا، أي شخص يأتي إلى موقع مسؤولية وعنده نظام وعنده يعني إدارة عمل معينة وهو طيب، يتجاوز هذا الشيء هو أخطأ. بالتالي أنت ما تقول والله لا والله ما أخطأ تقول دافع عنه، مو صحيح. طيب عموما في النهاية عموما أي رئيس اتحاد قادم ما راح يسلم من اللو، ما هي لا احنا خالصين من هذا. أي رئيس نادي مو رئيس اتحاد؟ لا النادي في النهاية ما بارك بالاتحاد كيف، أنا ما عندنا مشكلة تحت مظلة 153 نادي. لكن الاتحاد السعودي عندما يكون هناك رئيس يجب أن نتعامل معه لأنه رئيس فقط، بدون أن دائما نستدعي حوادث السابقة. أحمد عيد حقيقة طيب، اولا نجيب واحد من نادي دقيقه انت تفضل تستقبلون رئيس؟ ماني فاهم ايش اللي يعني لما يجي رئيس نتعامل معك رئيس وما نستدعي حوادث السابقه؟ يعني أقصد يعني قصدك لما يجي الرئيس انت تبغى تطبق لي يمكن فلسفه اني اذا انا قررت قرار خلاص عليكم السمع والطاعه؟ لا 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 لا، مش كذا، وين رحت انت يا سلطان؟ طيب الله يسعدك، انت تقول نتعامل معك رئيس وننسى السابق؟ لا لا، ما نستدعي تاريخه. يعني مثلا احمد عيد لاعب الاهلي اي اتكلم عن هل من المنطق ان يجي شخص الوسط الرياضي بدون ميول؟ هذا ما في حل. خالد المعمر شبابي وهلالي، بكره اي شيء قرر لصالح الهلال ولا الشباب يقول والله عشان هو كان ممتاز. لكن اذا كان وفق النظام، حتى لو كان وفق النظام والله لو احيانا حتى وكان النظام واضح وصريح وممكن هذا اتفق مع سلطان فيما يتعلق بالنظام. المشكله فينا احنا، طيب هذا المتكلم. النظام يفترض ان يفرض على الكبير والصغير، نتعامل مع النظام، هذا خطا فينا، نعالج انفسنا اول شيء. عموما احنا نتمنى ان يكون الامور تسير بشكل جيد وما يكون ان شاء الله في فوضى في المرحله القادمه اللي هي مرحله الاختيار. الموضوع الاخر قبل ان نذهب الى فاصل، ترى في موضوع اتوقع ان بكره راح يكون في طعم. حتى الان ما في شيء، احنا نقول حتى أتوقع. طيب في بعض يعني المرشحين خلكم فتحين في هجمات مرتدة؟ طيب اكيد لازم. لا احنا سالنا الان شوف الطعون عاده ما تجي الا في الساعه الاخيره، الترشيح والطعون عاده ما تجي الا في اخر ساعه عموما، وحتى تسجيل اللاعب لو ترى ما يجي الا في اخره، لان انت تعمل حساباتك وتبدا صحيح. فاتوقع ان بكره لا راح يكون في طعون. عموما حتى الان ما في اي طعون، لكن ما ندري عن بكره شو بيصير، لكن المعطيات تشير لانه ما في اي طعون حتى الان، ما ندري هذا يا سلطان انه ربما يعني في ناس تخطط يعني بهدوء. في جده سوف تلعب مباراه الاهلي والاتحاد، ولكنها مو في جده، ستلعب في مكه هذه المره بعد اغلاق ملعب جده وهو الديربي المنتظر. المعلومات التي لدينا بان بيع تذاكر المباراه سوف يكون في ملعب جده، بيع تذاكر المباراة هذه المرة لن يكون إلكترونيا كما تعودنا من شركة صلة، هذه المرة سيكون بيع التذاكر عن طريق منافذ البيع في استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة يوم الخميس من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 12. نكرر الجماهير الأهلي والاتحاد، بيع التذاكر بيكون في ملعب جدة يوم الخميس من 4 إلى 12، والمباراة بتكون في مكة، فيما لو تبقى تذاكر سيتم بيعها يوم الجمعة في نفس ملعب المباراة. يعني رجعوا لنظام الشباك يدويا لسبب أن ملعب مكة ليس جاهزا لاستقبال التذاكر الإلكترونية، لا يوجد فيه بوابات إلكترونية مثل جدة وملعب الرياض، وبالتالي لا يستطيعون أن يبيعون التذاكر عن طريق الموقع كما كان معتاد لمباريات الأهلي والاتحاد والشباب والنصر التي تنظمها شركة صلة. وبالتالي هذه المرة لأجل هذه الظروف سيتم بيع التذاكر يدويا في ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة يوم الخميس.
في الدمام من الغربية إلى الشرقية. إدارة القادسية حسب المعلومات التي لدينا عدد من اللاعبين يتذمرون بسبب أنباء وصلتهم من الإدارة بأنها تنوي عدم دفع رواتب اللاعبين للشهرين المتأخرة حتى الآن حتى انتهاء الانتخابات. يعني بالعامية إذا نجحنا نعطيكم فلوس، إذا ما نجحنا خلي الإدارة الجاية هي اللي تتورط في الرواتب، يعني بمعنى الشارع. فهذا ما وصلنا قبل اليوم قبل بداية البرنامج. ويذكر بأن المرشحين للرئاسة هم معدي الهاجري وعبد الله جاسم وداود القصيبي وخالد العرفج، والإدارة الحالية المكلفة الآن هو الأستاذ داود القصيبي، هو المكلف بإدارة النادي مع الأستاذ عبد العزيز الموسى. وهذه المعلومات التي وصلتنا وننقلها لكم من مصادر داخل النادي أن هناك تذمر من عدد من اللاعبين. طيب، على الهاتف أرحب بالأستاذ عبد العزيز الموسى المشرف على الكرة في نادي القادسية. مساء الخير أو أمين عام النادي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. هلا والله، مساء النور، مساء عليك ومساء على ضيوفك الكرام. حياك الله. أولا أسألك أستاذ عبد العزيز عن هذه المعلومات، أنكم بلغتم اللاعبين بطريقة غير مباشرة أنكم لن تدفعون رواتب حتى الانتهاء من الانتخابات، تفضل. والله المعلومة طبعا غير صحيحة، ما أعتقد بلغنا اللاعبين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني الموضوع الرواتب أعتقد المتأخر عندنا شهر والشهر الثاني يعني ما بعد يكمل. وفي توقعاتي أنه نادي لا يملك راعي ولا يملك أي دعايات ولا مصادر دخل أو دعم أخرى. ومسددين جميع المقدمات كاملة، لا يوجد تأخير فيها. الرواتب نتكلم في شهر، والله الحمد مكافآت السابقة جميعها صرفت. لما يحدث تأخير شهر أو أكثر أو يعني أكيد التأخير غير ما يعني ما هو شيء جيد، ولكن ما يعتبر مشكلة بحد ذاته. لا، هو التأخير بحد ذاته مش مشكلة، صح؟ احنا ما قلنا التأخير شهرين كويس بالنسبة لفي أندية كبار، 5 شهور 6 شهور. احنا نتكلم عن المبدأ انه معلومة وصلتنا من داخل النادي بانه والله ترى احنا ما راح ندفع هالرواتب لين تنتهي الانتخابات فقط. هذه المعلومة اللي وصلتنا. هذا ما هو صحيح، لان احنا لنا فترة قاعدين ان نمول وندفع في النادي. يعني اللي حدث الايام اللي تدري التزامات كثير وعندنا فرق كثيره تسافر وهذه تكاليف كثيره، واي كاشف لو يحتاج له احيانا تنظيم. في فريق كره القدم يعني كانت تتحقق انتصارات الايام الماضيه فكانت تمشي. للعلم تقريبا الراتب جاهز اللي كان قاعد يصير، بس ننتظر الاخوان يجمعون المبلغ. نعم. يعني فقط لما يكتمل المبلغ حينصرف. طيب، في انباء عن تأجيل الماضية مباراة حطين الماضية، يعني للعلم المكافأة كانت موجودة في الملعب وهي يمكن تعادل يمكن 75% من الراتب اللي كان يصرف. طيب، جزئية اللي ما اعتقد انها بإذن الله تعيقنا. الأخ داود جاء تكليفه من سمو الأمير، وإن شاء الله أنه قد الثقة هذه، وإحنا معه كأعضاء مجلس إدارة مستمرين في النادي لمدة سنتين، وجميع اللي قدمناه سابقا الفكرة مستمرين فيه بإذن الله. طيب، الفكرة أن إحنا لنا أسبوع قاعدين نتعرض لأشياء إعلامية على عدة أصعدة للأسف أغلبها يعني ما هي صحيحة. الأسبوع الماضي تم تداول موضوع يعني نسب لنا ضد شقيقنا نادي حطين، وهذا ما هو صحيح. ما عشرنا لنادي حطين بأي شيء، حطين نادي عزيز علينا ومن منطقة عزيزة علينا وكل الأندية أندية غالية جدا. اللي هي الشكوى على المنشطات، صحيح؟ كانت المنشطات كان هو حديث يدور بين رغبتنا في تواجد اللجنة في الدوري أم لا، وأيدنا الكلام ده. ليه؟ لأنه في عدد كبير من اللاعبين في دوري درجة الدوري ركاء حاليا يمثلون المنتخبات.
طيب. فوجود لا سمح الله أي حالة تأتي من استخدام دواء أو 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 غيره مخالف، هذه تضربنا كلنا. طيب. أي خطأ يحدث من جهاز فني في وصف دواء أو السماح لله هذه تضر. طيب أستاذ عبد العزيز معليش أخيرا، الانتخابات متى تقام، انتخابات القادسية؟ والله لم تحدد، ما جاء تحديد فيها، ولكن بإذن الله موضوع الانتخابات إن شاء الله أنه ما يأثر على مسيرة فريقنا. طيب. ولأنه انتخابات على منصب رئيس فقط، مجلس الإدارة الموجود باقي لمدة سنتين والغالبية كلنا شغالين مع بعض، فما راح يفرق إلا الرئيس. وشلون يعني وشلون أعضاء مجلس الإدارة ما راح يكون في انتخابات؟ لا لا لا، هو استقال الأخ عبد الله الهزاع. طيب استقالته هي استقالة لمجلس إدارته صحيح؟ لا ما لا مو صحيح. هذه هي قد تكون غائبة على عدد كثير. الانتخابات على منصب رئيس فقط، مجلس الإدارة مستمر إلى نهاية دورته. هذه حسب المواد ولوائح المنظمة لمجالس الإدارات ورعاية الشباب. دقيقة بس هذا المفهوم عندنا بس عشان صحح أستاذ عبد العزيز، وهذا كلام أنت مسؤول عنه. الآن الانتخابات إذا استقال الرئيس فليس بالضرورة أن تكون استقالة لكل أعضاء مجلس الإدارة. نعم. طيب لماذا لم تحدد حتى الآن موعد الانتخابات؟ من وين المشكلة برأيك؟ لا حضروا الفترة الماضية، جاءت اللجنة أعتقد فحصوا جميع سندات السداد حتى يستطيعون من خلالها التحديد من تسديده مكتمل ويحق له التصويت. طيب. أم لا. بعدها فتحوا باب الطعون لأعضاء الجمعية. طيب. وأعتقد تدرس عندهم وبعدها يتحدد من رعاية الشباب الوقت المناسب لإقامة الانتخابات اللي احنا نتمناه. يعني ما في تواريخ أستاذ عبد العزيز حتى الآن؟ ما في تواريخ يعني حتى الآن ما وردنا شيء، ولكن طيب. اللي أتمناه والناشد الجميع وأنتم كإعلاميين يهمكم الشأن القدساوي قدر المستطاع أنه ما نأخذ أي معلومة ونناقشها وقد تكون خطأ ويضرنا. لا لا هذه أستاذ عبد العزيز معي، خلنا أقول لك شغلة من الجميع، خلنا أقول لك شغلة. إذا كان إحنا لما نقول معلومة إحنا نقولها وإحنا عارفين المصدر نفسه. إذا كان أحد اللاعبين يقول كلام غير صحيح هذا شيء ثاني، عشان بس نكون واضحين، لأن ما نقول كلام من الشارع، إحنا مصادرنا من داخل النادي وصل لعدد من اللاعبين هذا الكلام، يمكن يكون في سوء فهم منهم، بإمكانكم تفاهمون مع لاعبينكم فقط، هذا هو الصورة عشان نكون واضحين. يعني إحنا مستحيل ننقل أي معلومة يعني وإحنا ما إحنا متأكدين منها، إحنا عارفين وش قاعدين نقول فقط. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الموسى أمين عام نادي القادسية، موضحا بأن هذه المعلومات غير صحيحة وأن الرواتب متأخرة فقط لشهرين، وهذا بالنسبة لنادي إذا كانت صحيحة، بالنسبة لنادي ليس لديه راعي بالتأكيد هو إنجاز. عندي ثلاث دقائق قبل الفاصل، تفضل أبو فيصل. أولا أنا صراحة ما يحدث يعني أعتقد أنه لا يمكن يليق بنادي وقف في سنة من السنوات على المنصة الآسيوية، لأنه مو معقولة يعني سنة كاملة تقريبا وصراعات تدور داخل هذا النادي. أين الرجالات القادسية؟ كل يوم تحدث مشكلة وكل يوم ونقرأ عن قضية جديدة في نادي القادسية. مع الأسف هل اللي جالس يصير يعني يعتقد أنه تخريب لنادي القادسية. طيب. ليس في مصلحة أبدا نادي القادسية، هي مع الأسف مصالح شخصية جالسة تلعب بنادي القادسية، النادي العريق اللي يفترض حقيقة أنه الآن في الدوري الممتاز. في وجه مقارنة بينه وبين الوحدة؟ شبيه من نادي. طيب. الوحدة مع الأسف. طيب سلطان، أنا موضوع أنه موضوع لا أنا الرئيس أنا بعطيك تفاصيل أكثر وأعطيك أنا التبرير حقه، بس لكن على أساس أنه ما يقطعنا الفاصل. طيب أعطينا يعني رؤوس أقلام كذا عشان الموضوع طويل. شوف أول شيء لما أنت تجي تتكلم أنه والله اللاعبين يقولون لن نسلم رواتبنا إلا بعد ما تجي الإدارة، إذا كان المصدر اللعيبة وأنتوا مصدقين في هذا الجانب، فاللاعبين هم جزء من الانتخابات. وأعتقد أن هذه أعتقد ولا أؤكد ولا أؤكد يعني صوتوا أن هذا أسلوب ضغط. نعم أنك طيب أنت إذا تبون المسيرة تمشي وراتبك تمشي كما كانت في السابق وذا، فصوتوا للإدارة. هذا اللي احنا نقوله، إذا والله تبغون الأمور تدخل في مشاكل ترى الإدارة الجاية يمكن ما عندها شيء، فبالتالي هذه
من أساليب الضغط. وإحنا في النهاية ليش قلنا الخبر؟ لأنه لا علاقة بهذا. أنا أحترم, طيب. أحترم الموسى ولكن أعتقد أمين المخبر القناة الرياضية أنه صحيح. طيب. يمكن في على فكرة ترى. لأنك أنت تتكلم كم في لاعب عندك؟ أنت لما تكسب هاللعيبة كلهم في صفك أنت خلاص كسبت. يعني يمكن وصلت المعلومة بشكل خاطئ. شوف لا زال إحنا عندنا مشكلة في ثقافة الجمعيات العمومية والانتخابات. طيب. وللأسف إن ما في جهة جالسة يعني تغذي الأندية والجمهور بهذه الثقافة, لأن هذا في النهاية الجمهور اللي بيقرر. ترى 100 ريال تروح تأخذ اشتراك في النادي و 200 ريال في السنة تعطيك حق الانتخابات. لكن الأندية وبعض أعضاء الشرف وبعض من يسيطر على الأندية ما يبغون الجمهور يدخل فيها في هذا الجانب, في غير المعادلة بالكامل. طيب موضوع إنه الرئيس يكون حسب كلام أستاذ عبد العزيز أليس, هل هذا يبدو لك منطقيا بأنه الرئيس لما يكون يستقيل أعضاء مجلس الإدارة يبقون؟ هذا يعني انه انا كاعضاء مجلس اداره مع احترام وتقدير للجميع نتكلم بمبدا الرئيس اللي ابغاه حجيبه. يعني انا ذا فلان معدل الهاجري عبد الله جاسم خالد العرفج علاقتهم مش كويسه مع الاداره الحاليه معناها ما في احد يشتغل. انا اقول لك ليش, لان للاسف حتى الانتخابات عندنا ما هي على قوائم, على اشخاص. تجي مثلا تبغى تنتخب والله انتخابات الرئيس نائب الرئيس اعضاء مجلس الاداره وكل واحد يدخل بالاصوات, وهذا خطر. ممكن انك انت تفرز الانتخابات تشكيله لا تتوافق مع بعض كيف يشتغلون مع مع طيب. مع بعض. لما تكون قوائم الرئيس وقائمته فبالتالي لما يروح الرئيس القائمه لازم تروح كلها. هذه الطريقه ممكن تؤثر على انه على نقول نزاهه الترشيح, انه يكون اعضاء مجلس الاداره والله احنا جالسين واللي نبغاه الرئيس هو اللي حيجي مثلا. يعني تبغاها على قولتهم صوت احمد, ما في انتخابات تقدر تقول انتخابات نزيهه 100%. لا خل في كل مكان إيه ما في انتخابات الحين. بما فيها انتخابات الانديه وانتخابات الاتحاد الجايه. طيب. واي انتخابات موجود هذه من الاخر اعطني اياها. واحنا من الاخر نروح الفاصل ونعود بعده لمتابعه الجزء الثاني ونتحدث فيه عن مباراه الغد في الدوري وفي بطوله الخليج. بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب, ضيوفنا فياض الشمري وسلطان ضيفنا حافظ الألقاب للجميع. الغد سوف تلعب مباراة واحدة فقط في دوري المحترفين السعودي. الأهلي يلعب أول مباراة له خارج أرضه ولكن على أرضه في مكة. بالتأكيد كثير من الخطط تغيرت والترتيبات أيضا تغيرت لدى المدربين ولدى الجهاز الإداري في الناديين. تقرير عن المباراة. في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة يشهد دوري زين السعودي غدا لقاء الجريحين. الأهلي يستضيف الاتفاق في أولى مباريات الأهلي المنقولة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. مباراة مهمة يسعى من خلالها الفريقين إلى مصالحة جماهيرهما والعودة مجددا لأجواء الانتصارات. الفريقان يخوضان مواجهة الغد برغبة وضع حد لنزيف النقاط بعد أن خسر الراقي آخر 3 مباريات في الدوري أمام نجران والتعاون والهلال, بينما توقفت الصحوة الاتفاقية عند آخر مواجهتين أمام النصر والفتح. الراقي بإحدى عشر نقطة في المركز العاشر يدخل اللقاء بصفوف متكاملة ويرغب في مصالحة جماهيره وخطف 3 نقاط مهمة قد تكون بداية العودة الأهلوية. فارس الدهنة يرغب هو الآخر في استعادة توهجه وتقديم مستوياته المعهودة. الكوماندوز يملك 18 نقطة في المركز الخامس ويسعى مدربه البولندي ماتشيس كورزا إلى اقتناص الفوز عقب عودة النجم محمد الحمد إلى صفوف الاتفاق بعد تعافيه من الإصابة. منعطف مهم في مشوار الفريقين وثلاث نقاط ثمينة ربما تكون دفعة قوية لمواصلة المشوار, فأيهما يبدأ صحوته ومن باستطاعته إيقاف نزيف النقاط؟ هلا
الآن نتابع حديث لمدرب الأهلي قبل هذه المباراة عبر المؤتمر الصحفي. الفريق سيدخل لقاء الغد بعزيمة كبيرة وإصرار تام لتقديم المستوى المأمول والظفر بالنتيجة الإيجابية التي ستساهم بكل تأكيد في تجاوز المرحلة الصعبة التي وصل لها الفريق في الفترة الأخيرة. الفريق سيدخل لقاء الغد بعزيمة كبيرة وإصرار تام لتقديم المستوى المأمول والظفر بالنتيجة الإيجابية التي ستساهم بكل تأكيد في تجاوز المرحلة الصعبة التي وصل لها الفريق في الفترة الأخيرة. لم نكن نتمنى أن نخوض اللقاءات خارج ملعبنا إلا أن الظروف هي من أجبرتنا على ذلك، ولكن يبقى الأداء الفني وتحقيق النتائج الإيجابية داخل أرضية الملعب هو الأهم بالنسبة لنا، وهو ما سنبحث عن الوصول إليه. طبعا أنا ما أحب أتكلم يعني عن اللي راح بصراحة، يعني اللي راح راح. طبعا هذه الظروف اللي نحن مرينا فيها، يعني اي فريق يعني مر فيها، ان شاء الله باذن الله نحاول نخرج من هذا الشيء اللي نحن فيه، وان شاء الله نحن قادرين نخرج من هذا الشيء باذن الله. يعني مباراه الاتفاقيه حتكون بدايه، ونحن ككل يعني كلعيبه وكاداري ومسؤولين طبعا جلسنا مع بعض وتكلمنا في هذه المواضيع، ان شاء الله باذن الله يعني حنشوف نادي الاهلي باذن الله مباراة اتفاق غير باذن الله. والله نحن ما نستغني عن يعني الجمهور، يعني بكل صراحه وجمهور الاهلي مو غريب عليه، يعني جمهور الاهلي حضر وكانت الاوضاع يعني اضعف من كذا يعني، وان شاء الله باذن الله يعني جمهور الاهلي حيكون حاضر وحيكون مهازر يعني ان شاء الله باذن الله في الشرائع باذن الله، وحناخذ 3 نقاط باذن الله. بالعكس يعني نحن هذه مكة قريبة إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله تكون يعني مباراة خير إن شاء الله علينا إن شاء الله. الآن سنتابع الجانب الآخر وهو الفريق الاتفاقي الذي تدرب بالأمس آخر تدريباته، وقد غير خط سيره حسب المعلومات التي لدينا بأنه غير خط السير، بدل ما يكون من الدمام حتى جدة صار من الدمام للطائف أقرب للملعب بعد تغيير ملعب المباراة. نتابع آخر استعدادات الاتفاقيين لهذه المباراة. مباراتنا الجاية طبعا تعنينا صراحة شيء كثير زي ما قلت، خصوصا آخر مباراتين خسارة لنا، وايضا الاهلي اخر مباراتين خساره لهم تعثر بعد خروجهم من كاس نهائي كاس اسيا. بصراحه يعني اتوقع المباراه يعني تمثل لنا وللاهلي مختلف طرق يعني العوده للمنافسه على المراكز الاولى. والله ما في سر معين، هذه الكوره يعني فزنا في 4 مباريات متتاليه خسرنا مباراتين، يعني هذه الكوره ما في شيء معين تقول. الكل جالس يجتهد، الجهاز الفني والإداري وإحنا كلاعبين، لكن هذا توفيق من الله، وأكيد في أخطاء نحاول نتداركها في أي مباراة يعني. إن شاء الله يعني مباراة الأهلي القادمة هذه نصلح كل اللي راح، وإن شاء الله نكسب فيها 3 نقاط هذه أهم شيء يعني، وإن شاء الله يكون العامل النفسي للعيبة إنه إنسان مباراتين الأخيرة اللي هي مباراة النصر ومن بعدها مباراة الفتح، وإن شاء الله نرجع طموح ممتاز لمباراة الأهلي ونكسب فيها 3 نقاط إن شاء الله. في ظروف لا يحسد عليها، يمكن ظروف سايرة عكس الفريق، مباراة النصر ما صاحبها من قرارات عكسية، مباراة الفتح الكل شاهد يعني الأخطاء اللي تعرض لها الفريق، ضربة جزاء تحتسب ثم تلغى، ضربة جزاء واضحة الأيمن ما ينتبه لها، يعني حقيقة نقاط استفهام كثيرة. أعتقد أنه في بيان صدر من نادي الاتفاق بخصوص المواضيع التحكيمية يعني كي لا تؤول المواضيع. من الطبيعي ان احنا نجدد ثقتنا امانة بالتحكيم، لكن برضو يعني احنا مثل ما نجدد ثقتنا نتمنى ان يراعون هذا الجانب، انه الناس تخسر ملايين، الناس تدفع، الناس تتعب، ولا تتمنى انه الاخطاء هذه تصادفها بطريقة تحرم الفريق نقاط مباراة او حتى نقاط تعادل مباراة. موضوع نقل المباراة حقيقة يعني الغريب انه الاتفاق يعني يعلم من الاعلام
وهو من يبادر بالاتصال للتأكد من عملية نقل المباراة. اليوم مجبر الاتفاق أنه يدفع مبالغ للفنادق اللي في جدة، الآن يحجز من جديد في مكة ويحجز في الطائف. يعني للأسف لا تحدث إلا في دورينا ولا تحدث إلا عندنا، هذه المواضيع لا نراها في أقرب الدول عندنا، لا نراها ولا نراها في دول أخرى صراحة. من الطبيعي في فرق، ولكن البطولتين قارية، ولكن يمكن ربما تعد البطولة على مستوى الأندية الأولى في القارة. من الطبيعي أن الاتفاق يعد العدة لها، من الطبيعي أنه في فترة الانتقالات الشتوية التارجت أو الهدف اللي محطوط في مخيلة الإدارة هي جلب لاعبين وتحسين أوضاع الفريق للمنافسة محليا والاستعداد للبطولة الآسيوية. فياض، الأهلي والاتفاق مباراة يعني كلاهما يمر بظروف صعبة. ظروف صعبة طبعا، صعبة جدا. كنت أرى أن الأهلي من الممكن أن يعوض ما حدث أمام الهلال بالهزيمة التاريخية، يعني 4-0 4-1، لكن في المقابل الاتفاق أيضا يعيش أوضاع صعبة. أعتقد مشاركته الآسيوية انعكست عليهم على الأسف بصورة سلبية، كنا أتمنى أن يصحح الأوضاع وأن يستعيد هيبته محليا، ولكن يبدو لي أن هناك مشاكل أو يعني عدم خلينا نقول نسميه ظهور بصوره جيده من بعض من اللاعبين تحديدا. الاتفاق دائما انا اقول انه مع الاسف من الانديه اللي هي قصيره النفس، من الممكن ان تبدع في مباريات معينه ولكن المباريات مع النفس الطويل لا تظهر بالصوره المموله. اعتقد انه بكره صعبه ومن الممكن ان تنتهي بالتعادل السلبي، الله اعلم. طيب سلطان، يمكن ما اختلف كثير مع ابو فيصل، الاهلي يمكن ما قدر يخرج اللعيبه من صدمه الخروج من اسيا، فلا زال يعني اللاعبين لم يعد عندهم الحماس اللي كان قبل اسيا، فبالتالي يفترض ان العمل الاداره الحالي ان تهيئه اللعيبه لاستكمال المنافسات المحليه بشكل ايجابي المحافظه عليهم. اعتقد ان الاهلي استطاع ان يكون قاعده جيده، يفترض انه يحافظ على هؤلاء اللاعبين. الاتفاق ما اتوقع انه يعني قادر انه يستمر بنفس العطاء السابق، فتحس ان حتى الفريقين اتوقع ان المباراه غدا لن تكون مباراه تنافسيه قويه الا اذا رجع لعيبه الاهلي الى مستواهم وحاولوا انهم يكسبون ويعوضون الخسائر الماضيه. نعم، نقل المباراه اتوقع ياثر على اعطاء الفريقين؟ والله شوف، يفترض انه ما ياثر، يفترض انما ما يأثر، ولكن اتوقع بان اختلاف الملعب بالنسبه للاهلي والاتفاق يمكن يسبب لهم غياب جمهور، غياب يعني عوامل كثيره خاصه للفريق الاهلاوي قد تؤثر عليه. الجمهور اعتقد قريب، مو بعيد عن مكه، كل واحد بيروح ينزل الى مكه عشان يشوف والله. اقول جده يمكن قريب، تعرف انت ملعب جده مو برا جده، يعني موجود في جده وسط جده، ساكن تاخذ 60 كيلو على المسافه. عموما نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة، هي المباراة الوحيدة غدا وهي مباراة كانت مؤجلة، وستتابعونها إن شاء الله على القناة الرياضية. المباراة الأخرى التي سوف تلعب لفريق سعودي ولكنه في بطولة خارجية، الفيصل يلعب أول مباراة له في مهمة خارجية، أين؟ في البحر. غدا ممثل الوطن الفيصلي بمدينة المنامة في أولى لقاءاته في دوري أبطال الخليج لكرة القدم بمواجهة البسيتين البحريني. البسيتين البحريني يخوض ثاني لقاءاته بعد مباراته الأولى مع فريق بنياس الإماراتي والتي انتهت بالتعادل السلبي. عنا بسدير يفتتح غدا أولى مهامه الخارجية أمام فريق البسيتين على استاد نادي المحرق، وتضم مجموعة نادي الفيصلي، البسيتين، البحريني وبنياس الإماراتي. كل الأمنيات والدعوات لعنا بسدير بالتوفيق في مهمته الخارجية. الفيصلي وصل ظهر اليوم إلى البحرين. قبل المغادرة كانت صباح اليوم
ذهبنا وودعنا الفيصلويين في المطار وتحدثنا معهم عن استعدادهم لهذه المباراة الأولى من نوعها بالنسبة لفريق الفيصلي. طبعا هذه أول مشاركة خارجيا، إن شاء الله يعني نقدم مستويات إن شاء الله تليق بنادي الفيصلي ونقدم إن شاء الله النتيجة إن شاء الله في أول مباراة لنا. طبعا الفترة الماضية يعني قدمنا إحنا مستويات في الدوري السعودي وأخرتها مباراة النصر قدمنا مستوى بس ما حالفنا الحظ في النتيجة. مباراة نجران كسبنا 3 نقاط خارج أرضنا، إن شاء الله تكون فاتحة خير لنا إن شاء الله مباراة البسيتين إن شاء الله، وبعد إن شاء الله نقدم مباراة التعاون إن شاء الله نتيجة ومستوى إن شاء الله. طبعا شوف أي فريق يعني لابد تمر في يمر بالظروف هذه، لكن أكيد إنه في يعني لعيبة بدلاء يعني راح يقومون بالواجب. الحمد لله يعني فريق الفيصل عنده يعني تيم سواء من الأساسي أو احتياط، وإن شاء الله نقدم مباراة بكرة إن شاء الله ونفرح إن شاء الله جمهورنا إن شاء الله وإدارتنا. أكيد إن شاء الله بإذن الله إحنا رايحين هذا البطولة ومركزين ونبغى نحقق نتيجة إيجابية ونوصل يعني إن شاء الله بإذن الله للمراحل المتقدمة في البطولة وننافس عليها. يعني لا سيما إنه إحنا يعني العام الماضي قبل العام يعني حققنا مراكز متقدمة في الدوري، وهذا يمكن يعني يمكن المملكة العربية السعودية رشحتنا إنه إحنا نكون مشاركين، وأكيد إحنا داخلين البطولة هذه عشان نبغى نافس عليها. ديز اوبدراكت قال لك يعني هذه فرصه للاعبين باش اللاعبين خصوصا اللي ما لعبوش واللي لاعبين باش يبينوا راسهم ويوريوا المستوى في الدوري السعودي. اول شيء من طبيعه الحال قال لك دور الزين هو اهم شيء، يعني الوضعيه اللي رحنا فيها الحين احنا لازم نحاولوا كل مباراه نحاولوا نجيبوا الفوز على الاقل يعني تعادل. قال لك ولكن اوكي هذه فرصه للاعبين باش نطلعوا في المستوى ديالنا ونلعبوا مباراه خارج المملكه ونبينوا يعني بان فريق الفيصلي فريق كويس ويلعب مباراة كويسة ويلعبوا كرة حلوة لكو، يعني هذه فرصة لنا، ولكن أهم شيء من طبيعة الحال هي دور الزين هي أهم شيء. شكرا لبدر عثمان. هذه اللقاءات كانت في مطار الدمام عند وصولهم للدمام، وطلعوا من الرياض للدمام والدمام توجهوا إلى البحرين برا. نتمنى إن شاء الله التوفيق للفيصلي. سلطان، الفيصلي ممكن لو لعب المباراة في الموسم الماضي كان أفضل، ممكن يعني نتفائل أكثر، لكن في هذا الموسم يبدو وضع غير جيد في الدوري. ممكن حتى مدرب قال المهم عندنا الدوري، وهذا شيء جيد أن يكون المدرب عنده استراتيجية، يعني المهم عندي الدوري وبعدين تجي البطولة. لكن شوف بصراحة عشان نكون صادقين، الفيصلي والفتح يعني أنا أتمنى أن الفريقين هذا يحظون بدعم خاص، لأنهم بالفعل أثبتوا بأنهم فرق ليس عندها الإمكانيات المالية الكبيرة، في نفس الوقت استطاعت أنها يعني تصارع وتحارب نجد بقاء في الممتاز وتنافس فيه يعني حتى مش مجرد بقاء. الفيصلي كان الموسم الماضي يقدم حضور جيد على الأقل. في الفريقين هذول أنا أتمنى أن يكون لهم دعم خاص، ويكون يعني حتى أنا سعيد النجران مشارك في البطولة حتى أيضا النجران مشارك في البطولة الخليجية بالمناسبة، والنصر في مع الفتح العربية العربية كلهم نعم ويقدموا مستويات جيدة. متفائل بالفيصلي ولا سيذهب لمجرد المشاركة مثل ما قال سلطان أنه المدرب واضح أنه يقول الدوري أهم عندنا؟ أنا بالنسبة لي متفائل وبقوة. فيصلي بعتقد أنه ما المستوى اللي ظهره محليا ممكن لا يعكس المشاركة. هو الآن يضع نفسه سفير جديد للكرة السعودية في بطولة الخليج، نعتقد هذا راح يكون محفز كبير لفريق الفيصلي. فريق حقيقة لديه عناصر مميزة، صحيح النتائج لم تخدمه، أعتقد أيضاً تغيير المدرب أثر ببداية الموسم بشكل كبير، ولكن مع هذا قلنا الفيصلي حقيقة من الأندية اللي من الممكن بإذن الله أن تصل إلى أدوار متقدمة جداً في البطولة. أحترم البسيتين البحريني، ولكن أعتقد أن العناصر الموجودة لدى الفيصلي أفضل بكثير ما من الفريق البحريني. في مجموعة الفيصلي طبعاً البنياس والبسيتين والفيصلي، ما أعتقد لعبهم بنياس وبسيتين قبل فترة وتعادلوا، وبالتالي كان إن شاء الله يرجع في النقاط بكرة. نعم هم في النهاية تعادلوا 0-0 وكل واحد منهم له نقطة. الفريق الآخر اللي يستعد أيضا لمشاركة عربية وقد غادر خارج السعودية هو فريق الفتح، الذي بالتأكيد بانتظاره مباراة مهمة مع العربي الكويتي. قبل مغادرة الفتح أيضا كنا في وداعه.
احنا الحمد لله مستعدين زي اي مباراه في الدوري، مهتمين بالمباراه هذه. حدث عن جانب الشخصي احمد، كيف تقيم تجربتك الان مع الفتح؟ كيف هي الاجواء العامه ايضا في الفتح؟ والله الحمد لله يمكن من افضل التجارب جربتها يعني في مسيرتي في الكوره، كيف يمكن افضل فريق مر علي الحمد لله. والله شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله استعدادنا زي استعداد اي مباراه يعني، بس انه هي بطولتين مختلفه، عندنا بطوله الدوري وعندنا ابطال العرب. الحين يعني الحين احنا نمثل السعوديه يعني في البطوله العربيه، ان شاء الله نمثل المملكه خير تمثيل ان شاء الله. والله احنا كلاعبين يعني احنا نحترم الانديه كلها بصفه عامه احترام واحد، احنا ننظر للعربي زي فريق الجهار احترمناه، وان شاء الله لنا فريق العربي يعني زي ما احترمنا فريق الجهراء نروح الكويت ان شاء الله ونجيب النتيجه ان شاء الله. هنا احنا الحين يعني ما بنمثل نادي الفتح لحاله، احنا بنمثل السعوديه اكملها، احنا بطوله خارجيه لازم نعكس الصوره الحقيقيه عن الدوري السعودي وقوه الدوري السعودي. والله شوف صراحه يعني احنا يعني كل مباراه مباراتها يعني احنا ما بنطلع الا لكل مباراه يعني. احنا بطوله عربيه نهائيا كان الكابتن مسكر ملف البطوله العربيه وتركيزنا منصب على الدوري. لو كان لك الاختيار شادي، قالوا لك تختار احد الامرين، بطوله عربيه ام دوري سعودي؟ صراحة دوري سعودي اختار، لانه انا الدوري السعودي يفتح لك ابواب كثير، يفتح لك بطولة اسيا، يفتح لك شغلات كثير. بطولة عربية ما يعني صح بطولة قوية ومهمة جدا واحنا راح نقاتل كثير عليها، لكن انا بنظري الدوري السعودي اقوى بكثير. احنا نطمح للثنتين يعني، مو طمع لكن عندنا طموح ان احنا نوصل لابعد مكان في البطولة العربية، وبرضه الدوري من غيرنا ما يختلف مستوانا في الدوري. أعرف الفريق العربي جيدا وشاهدت آخر مباراة له، يملك لاعبين جيدين ونحن مستعدين للقائه، أرغب بتحقيق الدوري والبطولة العربية أيضا وأتمنى أن نعود بالثلاث نقاط. الحمد لله استعدادنا استعداد طيب، مستعدين للبطولة هذه يعني. تأهلنا بدور 32، جات القرعة برضو في الكويت مرة ثانية، ممكن تكون مصالحنا في يعني أندية خليجية تقابل مع بعض، وإن شاء الله أن نكون قد المسؤولية اللي أعطاني إياها الجمهور السعودي، وإن شاء الله نكون قد الثقة. إن شاء الله نقدر نكون مركزين في مباراة الذهاب لأن خارج ملعبنا، ونحاول نطلع يعني زي ما تقول لو بأقل الخسائر يعني، ومباراة اللي بكون في ملعبنا يعني، وإنه من الفرق اللي نحتاج خبرة، بس ما تقول انها نبغاها بضروريه يعني، ان ناخذ المباراه دائما بالحماس بالروح بذي الاشياء يعني، وان شاء الله نجيب الانتصار ان شاء الله. الفتح غير الفيصلي يقدر. والله شوف الفتح ما انا متعاطف معه كثير، واحس انه عنده طموح وعنده القدره على العطاء وعلى مصارعه الفرق وتحقيق شيء يعني. نعم، واتوقع بان الانديه الكويتيه ما هي منافسه قويه لفريق الفتح يعني. نعم، يستطيع فريق الفتح ان يتجاوز العربي الكويتي متى ما كان في اصرار وفي روح وفي تجاوز عدد من الفرق الكبيره في السعوديه. ويصدر الدوري الان. اتكلم حتى المباريات مع الفرق الكبيره مش تعادل يعني، تجاوزها بالفوز ايضا، فاعتقد مش اصعب من الفتح. الفتح اذا لعب بمستوياته اللي يقدمها محليا انا اعتقد انه راح يعني يصل الى مرحلة جدا متقدمة من البطولة، لأنه فريق حقيقة هو الذي يملك الإرادة والطموح. في نفس الوقت حقيقة هناك روح عالية جدا يعني تختلف تماما عن أي روح في فريق آخر، الانسجام الواضح مع طريقة المدرب، التفاهم بين اللاعبين، كل هذه المعطيات يعني ترشح الفتح الحقيقة أنه يصل إلى على الأقل دور الأربعة في البطولة. وأعتقد بالنسبة للفريق العربي الكويتي صحيح أنه من الفرق المعروفة بالنسبة لمنطقة الخليج، لكن لو قارنته من حيث متابعة الدوري الكويتي ومتابعة الدوري السعودي كنت أكيد أن الفتح يتفوق. الفتح تفوق على فرق قوية يعني مثلتنا في أدوار متقدمة في بطولة آسيا، فلذلك نتأمل حقيقة أن يعود من الكويت بنتيجة إيجابية بإذن الله. نعم، مساكن محسن دائما أن مثل هذه الفرق ما في دعم لها يعني، حتى أبناء يعني أبناء المنطقة لا، جماهير الفتح حضرت مباراة الجهرة ما أبغى الحضور فقط، أنا حتى رجال أعمال المنطقة المحافظة بالعكس يتفاعلون مع الفتح. ما أشوف إن هذاك التفاعل يعني، أنا أشوف رئيس نادي الفتح العفالق بين فترة الثانية يطلع يشتكي، فبالتالي أنت تتكلم لما أنا قارئ عندي الدوري زين وأطلع مثل خارجين أحتاج إلى يعني دعم مالي يشيل الفريق
ويأكد للاعبين أن هذا العطاء فيه مقابل لا يستحق طيب أنهم يقدمون أفضل. عموما مباراة الفتح يوم الثلاثاء يوم الأربعاء عفوا، والفيصلي حيلعب بكرة الساعة 5:30، النصر حيلعب يوم الثلاثاء وحنتكلم عنه بكرة إن شاء الله، وعندنا أيضا تدريبات الحد البحرين اليوم وصل لاستعدادا للنصر، بكرة حنتكلم عنها بتفصيل أكثر، ولكن اليوم كانت مغادرة الفتح، فشكر لبدر العثمان اللي بالجملة معسكر في المطار كان، شكرا له. هنروح نستغل وقت الفاصل في عدد من الأخبار اليوم في الصحيفة، لازم أطلع الورقة لأن الصحف الصينية فحلني عادي شلون بقولها الكورية عفوا، صحيفة سوشن الكورية تحدثت عن مفاوضات بين نادي شينغهاي شينهو الصيني لنادي لاعب نادي الهلال بيونغ الذي يعني ينوي الفريق الصيني بتقديم عرض مغري للاعب لاستقطابه خلال فترة الانتقالات القادمة. أما على مستوى الجماهير فنتابع ردود فعل الجماهير، تهمنا كثير حقيقة ونتابعها كثير لأنه من حق الجماهير أن يكون لهم صوت. أمس تابعنا جماهير أربع فرق، اليوم الأربع فرق الأخرى الاتحاد والشعلة بعد المباراة تحدث الجمهور الفريقين عن المباراة. رغم الظروف اللي صايرة في الإدارة الفنية واللعيبة بس معاناة اللاعبين إلا أنها جت من الله، ولا بد مراجعة نايف لازم يطلع، ولا بد النايف ذا شوف لحل فوز، ما هو فوز بصراحة بدون أي مستوى اجتهاد لعيب، هذا مو فوز بالبركة، جاء هدف، هذا مرة مو فوز مرة مو لعب مرة مو نايف هزازي، ايش يبغى نايف هزازي؟ ما نبغاه نايف هزازي، ما نبغى فيكم مره فرحني يا عمي، يا عمي ما نبغى، حرام عليك مستوى اللاعب نور اسطورتنا على عيني وراسي، لا ياخذ زمان غيره، اعتزل قدمنا لنا كثير، اعتزل على عيني وراسي، يدي فرصه لغيره ما ياخذ زمان غيره، والله سيء هذا مدرب، هذا مساعد حتى مساعد مدرب زي كانيدا، كلهم لاعبين بجنحه في النص مدافعين، الاتحاد صار فريق دفاعي، ايش هذا؟ ما في صانع العاب ويحط لي اجنحه كلهم اجنحه في النص، نبغى لعيب يا اخ قدام من اخر الدقائق نزل لي سلمان الصبياني، نبغى مهاجمين والله. المدرب بصراحه تغييراته اول شيء طلع نور، هذا اكبر مصيبه، هو انا اكبر الفريق، نايف بصراحه على الاحتياط اجلس برا، ما قدم اي شيء ولا يبغى يتحرك في الملعب، بدون محترفين اول شيء نور راح، ما ينفع من يحل محل نور، ما في احد يحل محل نور، وما في محترفين اصلا اللي يطلعون اسم الفريق، العناصر الموجوده من تشري نايف الزازي هذول برا النادي، ما في التشكيله برا النادي، برا الطريدي هذا برا النادي، شبابه وزبيدي ذا شبابه برا شبابه، اعطيني تعليقك عندك كلام، لا شيء طبيعي، ما في ثبات للتشكيله، ما في ثبات بالمستوى، فقد عناصر ما اقدر، وقت ما نثبت بعدد اللاعبين ويلعبون برتم يصير الرتم متصاعد شيء اكيد، يعني زبيدي ونايف هزازي برا يبيعون ب 40 مليون 5 مليون اي شيء نكسب منهم فلوس، مبروك للاتحاد وباذن الله مع انتقالات شتويه يجي محترفين هجوم غير نايف هزازي، يجيبون لي مهاجم يلعب برجله براسه مو براسه بس باذن الله، وشوف الاتحاد بعدها، وشوف الاتحاد بعدها، نور يعتزل، عدل نور يعتزل، لا ما احنا جمهور صح ولا لا؟ لنا كلمتنا، نبغاكم تشيلوا النايف، شيلوا نايف وجيبوا لنا اثنين محترفين نلعب زي الاهلي عادي، احنا نبغى نقلد الاهلي بس اهم شيء نبغى نشيل كاس، نبغى نشيل دوري، نبغى نشيل اي شيء، السنه هذه لازم بطوله، لازم بطوله، اسيا وراحت علينا وخلاص، السنه الجايه ما في اسيا، السنه هذه نبغى من الاداره من اللعيبه نبغى بطوله بس، نور منتشري يعني القدام هذا الله يديهم الف عافيه والله ما اقدر الومهم، بس خلاص نبغى لعيبه جدد زي الصبياني، نزل جاب لنا اخر هدف في الدقيقه الاخيره، ايش نبغى غيره؟ يعني طلباتنا صعبه. ممتع كثير حقيقة كلام الجمهور، نستمتع فيه لأنه بتلقائية يخرج بدون تكلف وبدون أي حسابات، لأنه يحب النادي يتكلم فقط مو عشان أي شيء ثاني، فنتحمله ويجب على الأندية أن تتحمله حتى لو كان قاسي. سلطان الاتحاد فاز وبالرغم من ذلك ردة فعل الجمهور كانت قاسية على اللاعبين، تلوم الجماهير على هذه، لأنه فوز مخجل كان صراحة، يعني لما تكلم فريق بحجم الاتحاد وقدرات الاتحاد وفريق الاتحاد يفوز بهذا الشكل كان يعتبر فوز مخجل، إذا كان هذا الفوز في أحد في إدارة الاتحاد أو اللاعبين يعتقدون أن شيء كويس لهم، أعتقد أن هذه
يعني كيف مخجل يعني مش انه ما يستحقونه؟ لا مو هم يستحقونه، ولكن ما جاء بطريقة الفوز، جاء يعني نقول يمكنها بضربة حظ في آخر المباراة، واستطاع الاتحاد أن يفوز. ولكن في النهاية على إدارة الاتحادية فعلا أنها تنظر لما يحدث للاعبين، يعني الهجوم اللي قاعدين نشوفه الآن الجمهور على نايف هزازي، طيب يعني ترى ما هو هذا مؤشر خطير بأن نايف أصبح يعني الآن غير مقنع للجمهور، فبالتالي غير مقنع للإدارة، طيب فبالتالي ممكن أن حتى هو لن يستطيع أن يتعايش مع هذا الوضع. وأعتقد أن نايف هزازي من اللعيبة اللي نعاني منهم في كرة القدم السعودية، ما عنده القدرة في عمل كنترول على نفسه ومحاولة المحافظة على مستوياته ومحاولة، ومع أنه هو يعني كخامة لاعب نجم وعنده إمكانيات كبيرة جدا، وأي نادي يستطيع أن يفوز بنايف هزازي، ولكن يمكن نايف مو قادر هو أصلا يندمج مع كرة القدم أو مع النادي أو في 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 خضم المباريات والأشياء هذه، هو قاعد يفكر في أشياء كثيرة، ويمكن توقع أن الزواج أثر عليه كثير. طيب أول يعني إذا سمحت لي باختصار عشان باختصار بعدها نتكلم عن مع الأسف من اتفق أنه انتصار مخجل بالنسبة للاتحاد، وأنا أعتقد أنه كان من الحقيقة من الإنصاف أن يخرج الشعلة بالتعادل أو الانتصار، ولكن مع الأسف أولا الأخطاء التحكيمية الفادحة التي واكبت المباراة، أعتقد أيضا كان هناك عنف من لاعبي الاتحاد لم يتعامل مع الحكم بشكل جيد، أثرت على الفريق الشعلة، وأنا أحسد حقيقة إدارة الشعلة على تماسك أعصابها رغم الأخطاء التحكيمية الفادحة التي مع الأسف جيرت النتيجة لمصلحة الاتحاد. ولا شك اتفق مع زميلي سلطان أنه فوز مخجل وفوز لا يليق بحجم نادي الاتحاد، ومشكلة نادي الاتحاد الآن إدارته ما تدري هي تتفرع، يعني ما تدري ايش بتسوي، هل بتجيب صفقات، هل بتبيع لاعبين، هل مثلا تبي تسدد الديون، يعني الوضع بالنسبة له مشتت بش، يعني ما هي زي ما تقول ترسم سياسة معينة، واضح أنه تتخبط حقيقة. طيب بنشوف الرائد ونجران أيضا جماهير الفريقين تتحدث بعد المباراة. هذا حظ الرائد بآخر الدقائق، شو نقول بس راح الثلاث نقاط، سيناريو متكرر مباراة الشعلة. اي والله هذا برضه ما لنا حظ وبس، ماشي الفريق سيء مدوم حاول، يعني زين طلعنا بتعادل صراحة، والله يعني زين مرة التعادل، واحد يعني مدوم حاول مدون، اليوم الهجوم ماشي سيء بعد، وما قصر الحارس بس أخطأ واحدة ما عليه نقول كويس لغس. كنتوا قريبين للفوز؟ ايه الشكوى لله. الشكوى لله. أسباب التعادل؟ التعادل هي مباراة كذا يعني ما فيها شيء قريب. قدم يوم لعب مهاجمين، شفت يوم لعب مهاجمين قدم مستوى، لكن أنا أبي أسويح ما أنا بغيره، لكن تدري شو المشكلة؟ المشكلة حاجة إنه يبي هدف ويحافظ عليه، ليش؟ كسارة اليوم أنقذ الفريق، الدفاع هو اللي ضايع، ثلاث انفراديات خلص ثنتين واحدة جت، يحتاج بس جلسة مصارحة مع السويح يقول ليش دائما ما يلعب مهاجمين ليش؟ ما كتبت يعني الفريق قدم مستوى لكن الله أقوى ما كتبت المباراة، أسباب تغييرات المدرب، تشكيلة المدرب وتغييره هي أسباب التعادل. إيش كان المفروض يسوي؟ لعبوا بارتكاز أربع ارتكاز، يعني تلعب مع الأجران وعلى ملعبك أنت، يعني ما أنت بتلعب مع فريق هلال أو اتحاد أو شباب، تغييرات كلها يعني مع احترام المدرب أول كسار اليوم هو نجم المباراة نعتبره صراحة. ليش تغييرات كلها؟ بديت الشوط الثاني ليش ما صبر؟ ليش المفروض أخوي يحتفل على الأقل بطاقة واحدة تغييرات؟ لين دقيقة على الأقل 75 غير التغييرات كلهم اللاعبين بردوا كلهم ما أحد قد كلهم وقفوا خلاص، وأحمد الخير زيادة عدد بالملعب. أنا أتوقع أن المدرب الفريق بصراحة ما تعامل بأكثر مباراة ما يتعامل منطقية، بعكس مدرب نجران، المدرب نجران طول المباراة واقف، مدربنا جالس على الكرسي وما استبعد النية، تغييرات غير منطقية، اللاعب مشعل عنزي أفضل بكثير من المحترف البرازيلي ومع ذلك ما يتاح له فرصة، شوشة كذا مرة أعطيه فرصة ما يعني صراحة أنه ما راح يفيده في الفريق نهائي. أول شيء الجبرين المفروض أنه أساسي، واضح أن الرايد من الشوط الأول ارتكاز ما في ارتكاز، ومشعل عنزي كان نازل بدل البرازيلي كان ممكن يكون أفضل، كان الرايد متقدم إلى آخر دقيقة، يفترض أن الرايد عزز الهدف بهدف ثاني كذا تطمئن نوعا ما للنتيجة، ولكن أنك تقدم 1-0 والدافع فهذه نتيجة الدفاع.
للجمهور. نروح نشوف الفقرة الأسبوعية في اليوم الأحد، فقرة الملاعب. زمان اخترنا لكم الاتفاق والأهلي، كانت في كأس ولي العهد عام 1415. هذه المباراة وصلت إلى ضربات الجزاء، ومثل ما يقول الشباب 11 لاعب كلهم سددوا ضربات الجزاء. نتابع. وشو اللي ضحك؟ أجزاء من ال ها؟ شو اللي ضحك؟ اللي ضحكني وين؟ نايم عجبتك؟ لا لا، يقول المدرب شكله نايم في الدكة. نشوف الأهلي والاتفاق في عام 1415. كرة عالية وفيها خطورة الآن. القهوجي لكن كرة مقطوعة. نرجع مرة ثانية. فيكتور عبد الله سليمان يغطي. دفاع الأهلاوي ويطلق أيها الإخوة حكم المباراة ناصر الحمدان صافرته معلن نهاية الشوط الإضافي الثاني. مراد حينفذ، مراد وتيسير، مراد في العارضة يتاهب في مرمى عبد الهادي. فيكتور حيسدد في المرمى. قول حمزة يلعبها وصدها. صدها تيسير آل انتيف. عبد العزيز وعبد الهادي حداد وعبد العزيز وفي المرمى هدف هدفين للاتفاق. يلعب شوت جول هدف للأهلي من عبد الله سليمان. يلعب في المرمى هدف في المرمى أحمد خليل. الهدف الثاني لأحمد خليل. خالد مشعل قائد الفريق الأهلاوي ينفذ الركلة الترجيحية. بدأ خالد في المرمى جول في المرمى هدف. درويش البلوشي لعبها وصدها الحداد. عبد الهادي صد الركلة الترجيحية الرابعة. حسن لعبها في المرمى هدف أهلاوي. هدف من بالحسن العلوي. عامل الدريخي حاول يسجل لعبها وبالمرمى هدف حامد الدريخي. كل منهما نجح في التسجيل. القهوجي ابتعد بعيد عن الكرة. شوف خالد هيلعب خالد. صدها الحارس تيسير. صلاح مخدوم والحارس عبد الهادي وصلاح لاعبها وصدها. صدها عبد الهادي. حقيقة غريبة المباراة. والجماهير وحسين سددها. حسين بعيدة عن المرمى. عبد الله نشوف حيحسم الموقف يحسم المباراة ولا لا. نشوف عبد الله يلعبها برا الملعب هيلعب يلعبها عبد الرحمن. سدد في المرمى هدف. هيدخل الأهلي دور الثمانية ويفوز. هيلعب الفهيد لاعبها وفي المرمى هدف من علي الفهي. الجماهير تترقب بلهف شديد عن ماذا تنتج هذه الركلات التربيحية. أحمد يلعب ينفذ سدد في المرمى هدف. أحمد المغربي سدد الكرة في المرمى. سمير هلال سمير في المرمى هدف والآن أيضا يلعب الأهلي. هيلعب عبد الهادي حداد حيسدد على الحارس. عبد الهادي حداد حيسدد في المرمى. أخرجها الحارس الاتفاقي تيسير. عبد الهادي حداد تيسير خارج الملعب. الله تيسير ولم تتيسر معه الركلة الترجيحية وخارج الملعب. هينفذها مراد هينفذ صدها الحارس تيسير. سؤال يجيب عليه فيكتور الآن. لا ندري. هينفذ سدد في المرمى. خلاص الاتفاق إلى دور الثمانية من تسديدة فيكتور الأخيرة في المرمى.
خلص باقي الحكام ما شافوا الظهر طولت والله فعلا مباراة غريبة. عموما كانت في كأس ولي العهد عام 1415 كان الدور ال 16 بين الأهلي والاتفاق. بغيت أقول ألف مبروك الوضع سيء. طيب وصلنا إلى أثر علينا نعم وصلنا إلى نهاية الحلقة. أشكر ضيفي الكريمين تشرف فيهم فياض الشمري الصحفي المقدم في صحيفة الرياض. شكرا لك. شكرا يا عادل. شكرا سلطان رديف الصحفي والكاتب في صحيفة الرياضية. شكرا لك. شكرا لك وشكرا للجمهور وشكرا أن قدمنا شيء جيد. يعطيك العافية. كان عندنا طبعا المركز الإعلامي بس الوقت تهمنا. شكرا للبندر الشفير جاي ماشي مديون من فوق عشان يلحق وما طلعت شرب بكرة. شكرا لفريق الإعداد لعيز الناجي مدير التحرير صالح المرشد فهد الغامدي بندر الشواعر عبد الله الجمهور وثامر الفيز وعبد الرحمن الشنيبر ورئيس التحرير عبد الله الحرازي. غدا حلقة جديدة من الملعب. تحيات مخرجنا اليوم فهد العتيبي للقاء.